وبنشغل اغاني زي جينجل بيل او وش يو ميري كريسمس. ولدت ابني يوم 31 ديسمبر، فكان يوم جميل. شهر ديسمبر ده بالنسبه لنا حاجه حلوه قوي، ومننا نحتفل راس السنه ومننا في اعياد ميلادنا، كل حاجه حلوه بالنسبه لنا يوم 31 ديسمبر. مظاهر احتفال، مصر كلها بتحتفل، مصر كلها بتركب زينة، العمارة، الشغل، كل مكان بيحتفل بطريقته بطريقة جميلة. جيراني هنا كانوا 3-4 مسيحيين أجدع من بعض وأحسن من بعض وجمال قوي وبحبهم قوي، فالمهم إن هم برضك يهدوني، وكنا عيلة واحدة الصراحة مع بعض. نحضر بقى اللبس العيد ونحتفل بالنيو يير هنا في البيت، بنبقى عاملين حفلة هنا في البيت عندنا أهالينا وأصحابنا، بنتعشى سوا، بنطفي النور سوا. كنت أعمل لهم التورت بابا نويل، كنت أعمل لهم قطة، كنت هم صغيرين كنت أعمل التورتة في البيت برسمة بابا نويل والحاجات دي. عندي شجرة جيب داخلة على 20 سنة ان انا اطلعها يوم راس السنه ازوقها، فكنت كل سنه اعمل زي يوم ان بيجيبوا حاجه جديده للشجره. فيلم كده بابا نويل جاب لعيال هدايا زي كلبي كده، فانا بحب الفيلم ده قوي. هو هوم الون طبعا لازم، يعني مفيش مجال غيره. كانت سهل انها تتلم من كل حته، دلوقتي عشان نتلم بتبقى الدنيا صعبه شويه نتلم. سانتا بيجيب لي هدايا على طول ودي ذكرى الواحد ما بينساهاش. بابا زمان جاب لي عروسه كده شكلها حلو لسه عندي لغايه دلوقتي. امنيتي ان نكون كلنا مع بعض. نتمنى لبعضنا الخير وتبقى سنة سعيدة علينا كلنا.